الوحدة الوطنية بالمغرب. لقد اشتغل فيه لمدة طويلة إخوان في المغرب كامل، يعني من جنوب المغرب حتى الشمال، باش يوجدوا القانون الأساسي اللي هو بين أيدي أخت فاطمة المنصي. إن شاء الله كنتمنوا أنها تكون يعني في المستوى كما عهدناها في الاشتغال، وتكون يعني راه الإشارة ديالكم وتحقق يعني الأهداف المنشودة المستطرة في القانون الأساسي ديال التكتل. إن شاء الله باش تفهموا مزيان، هو هذا التأسيس ليس تجديد شكلي، إنما هو تأسيس لمرحلة جديدة، والتأسيس سيكون للفرع الإقليمي بإقليم العرائش. الإخوان القدام طبعا راهما معنيين بالأمر، اللي هما كانوا مع الأخت فاطمة، وكذلك بالنسبة للجداد اللي بغاو يلتحقوا، وكنظن أنها راها هي والأخوات والإخوان راها هيئوا واحد المسودة ديال المشروع ديال اللائحة ديال الإخوان والأخوات اللي غيشتغلوا معاها إن شاء الله، لأن هذا الشغل ليس الشغل عادي، هو الشغل على الوحدة الترابية، على الدبلوماسية الموازية، على واحد العدد الأشياء اللي كتهم البلاد ديالنا واللي تخص يعني الإنسان ما ينتظرش منها شي ربح مادي أو شي حاجة، إنما هي تكون كلها تطوع وكلها تضحيات، واللي عنده الغرض أنه يضحي ويتطوع ويخدم بلاده. وطبعا في الخدمة ديال بلادك راها أجر كبير عن الله سبحانه وتعالى، لأنها الولادنا والمستقبل ديال ولادنا إن شاء الله. وهذه المناسبة كذلك كنبلغ تحيات ديال الإخوان في القصر الكبير، الإخوان في الجهة كاملة، للأخت فاطمة اللي هي تعطات لها التزكية من طرف السيد الأمين العام بحكم الثقة اللي هي كتحظى بها من واحد التاريخ الآن، يعني